السلام عليكم يا شباب، يا عالم، يا ناس، يا هو، يا شعب، يا شعوب المشعوزة، يا شعوب المريضة، يا شعوب القبدوية، يا شعوب قهرمان، يا هفو، يا هربجي. أنا ما بدي أسأل شيء، أنا ما عندي سؤال يعني، بس هيك عالم تحكي معي بتشكي من قلة بنزين وموزوت وما بعرف شو، محروقات بشكل عام. وكمان في مشكلة بهالزمان، عم بيقول يا زلمة بكوباني مثلا، بقرى كوباني كمان ما يعني على بأيام النظام مثلا كان في بدون غاز واحد بيبيع موزوت، كان بيبيع بنزين مثلا، واحد بينقتل لازم رتل مثلا بيشتري، كان بيربح على رتل يمكن 5 ليرات 3 ليرات 4 ليرات هيك شيء هذاك الوقت. ايه يعني ما كان ممنوع، بما انه مو شيء ممنوع يعني، لانه نفط مثلا مسموح انك تتداول يعني تبيعه، تشتري تبيعه، ما يعني مو ماده ممنوعه بالبلد او بالوطن على ايام النظام طبعا. وهلا حاليا يعني هلا بسرين بيقولوا بمنصوره، بالطبقه، بالرقه، بمنبج، طرق منبج، قرى منبج، هالقرى كلياتها مسموح انه واحد يبيعها يعني دكونجي يبيع، او على الطريق في ناس عم تبيع عادي يعني ما حدا بيحكي معه. بس بكوباني حسرا اذا كان واحد عم يبيع بنزين على الطريق او صاحب دكان او بالقريه او كذا وكذا، مخالفين من 100,000 وانت طالع. هذا اول سؤال، ليش هيك مثلا؟ في فرق بين كوباني ومنبج ورقه والى اخره. المهم انتم فهمتوا علي شو عم بحكي. كمان شغله، ليش هي الماده متوفره بمنبج بالطبقة بالرقة بنزين متوفر بروح الكوزية خذها المبدأ؟ يعني حوالي سرين لو قريب من سرين كمان، بس في بنزين في كل شيء متوفر، ليش بكوباني ما في بنزين؟ يعني مين صاحب الحق خطة انه ما يكون في بنزين؟ عالم تم تحكي بالبنزين، بنزين ما في ما في ما في، يعني شغلة تانية ننسى، والله مرت فلان بالسجن، بنت فلان قطفوه، ابن فلان ما بعرف وين اخذوه، جار فلان ضايع، يعني هالقصص هي. انا بتمنى هيك شيء واحد بدون ما يقول انت شو او انت عميل مين، يعني ما تحكي بهالسؤال هذا، انت جاي بهالسؤال هذا. ما هو الفرق بين كوباني مثلا ومتابقه؟ ما هو الفرق بين كوباني ومميج؟ يعني ليش هون في قرارات ممنوعه وهون في قرارات ما حدا حاكي فيها مثلا؟ ليش بنزين مقطوع بكوباني مثلا؟ ليش واحد بده رتين بنزين بده يكون عنده واسطه وبده يكون كذا وبده يكون كذا لحتى يحصل عليه؟ يعني شو؟ انا بتمنى بدون ما انت تسبني تجاوبني على هذا السؤال يا غلام، يا افندم، يا ساده، يا محترمين، يا كويسين، يا اوباش، يا اولاد، ما بعرف شو. شو بدي احكي لحكي؟ ليش؟ ها؟ فكر وجاوب لك ساكت. يا فاسق، بعدين تعزمني، جاوبني بعدين سبني، ماشي يا اخو منيوكي؟ قبل ما تسبني انا عم سبك يعني، ماشي؟ لا تسبني، انت جاوب على السؤال، ماشي يا قنتر، يا جماعة قنتر، يا مجلس قنتر، انتظر الجواب منكم، واني بفارغ الصبر من المنتظرين، وبعرف ما عندكم جواب، بس رح تسبوا، لانكم ما عندكم اخلاق وما عندكم ادب، انتم ضد الشعب الكردي. ماشي؟ يلا سلام.